لانه في بعض الناس عندهم فكره انه لما تتجوزي صدر حجم هيكبر. الصدر هيكبر، فبقت معلومه في اذهان الكثير من الناس. صحيح. مدى صحه هذه المقوله من خطاها يجيب دكتور وائل. هو حقيقي من نعمه ربنا علينا ان البنت اللي احنا مش اللي عندها اختفاء وراثي زي البولن لا لا، احنا سيندروم بنتكلم على عندها اللي حجم حجمها صغير، الثدي اصغر من الطبيعي. اصغر خالص، شكلها شكل اخوها الولد. من نعمه ربنا ان البنت دي بترضع. ده الشق الوظيفي. وظيفي، لان هي التشريح قنوات الثدي اللبنية بالظبط موجودة موجوده، والغدد اللبنيه وهنشتغل. وقنوات لحد الحلمه، هو بس الدهون او الكوشنز او المخدات اللي محاوطه هذه القنوات مش موجوده. مش موجود. ف خلال الرضاعه عندنا هرمون الاستروجين والبروجسترون والبرولاكتين هم اللي بيكبروا حجم الثدي خلال الرضاعه. كويس. فهيكبر الغدد اللبنيه، بس لو ما فيش دهون هيكبرها منين؟ يعني فاهم؟ ايوه، هي بقى فمش نقف عند هتكبر. النقطة دي. مش هتكبر يعني هتكبر ترضع، بس مش هو الحجم اللي هي كانت مش هو ده مستنياه. الحجم الجمالي، بالظبط. وبعد الرضاعة مش هيبدأ هنرجع ان هو تاني ايه. نبقى فلان. كويس. فاللي هي كانت لحد قبل زواجها 18 20 سنه لم ينمو، لا هو هي هترضع طبيعي، بس مش هيرجع، مش هيكبر الكميه. اللي بيكبر قوي طبعا هي كل واحده كان صدرها طبيعي افتكرت كويس قوي، يلا ده انا كان صدري كويس او متوسط او حلو، بقى كبير جدا كمان بعد الرضاعه. طبعا دي لبعض العادات الاجتماعيه الاخرى. ما احنا بنقول ان بندق، عارف، الباب على بعض الافكار صحيح المجتمعيه صحيح. تجاه بعض الامور الطبيه. مهمه جدا جدا. لا، لان احنا زي ما بقول لا عايزين البنت تبقى مكسوفه او مش عايزه تعمل او اعتقاد خطا، لا ما فيش، ده ما فيش علاج للحكايه ديت، لا في علاج حضرتك، والعلاج هياثر على حاجه، لا مش هياثر على حاجه يعني. يعني لازم كلهم يلجأوا على الاقل استشاره طبيه امينه عند حد كويس. نقطه تانية وشريطه حمراء كده، في بعض السيدات بتمشي وراء الكثير من الاعلانات التلفزيونيه، هاتي المرهم ده او هاتي الكريم ده ودهنيه 28 مره في السنه، وبعدين حطيه في الثلاجه وهاتيه واطحنيه، مش قصه كده، وفي النهايه هتلاقي صدرك كبر 3 اضعاف. مدى صحه هذا العبث؟ طبعا عبث، زي ما قلت هو عبث، هو عبث. يعني الحاجات دي بقى ممكن تعمل ايه؟ هو حضرتك اللي بيحصل دايما، حاجات الجوزماتيك الموضوعيه دي ممكن دايما تعمل ايه؟ الانسان كله، وانا وحضرتك وكلنا ميال لو في حاجه علاجها مش جراحي يفضل، ماشي. بس لازم تبقى حاجه ابروفد، حاجه معترف بيها. يعني حاجه، يعني ايه معترف بيها؟ يعني خلاص، زي ما تكون بقى الاف دي اي او منظمه الاغذيه والادويه او وزاره الصحة الصحه والدواء العالمية. قالت ان احنا الدواء ده صالح او الاعشاب دي صالحه اذا كانت صالحه. لكن لو ما فيش، يبقى ما فيش داعي ان احنا نخلي اكتر ناس بيجروا ورا هذا يا عيني السراب وبيضحك عليهم، او في ناس مستغلين للاسف حق. يمكن المرضى دول، ويمكن مرضى الانفرتاليتي اللي هو العقمة، العقم وعدم الانجاب، اي حاجه هتقولها له هيصدقها طبعا. هو بعض الاحتياج. طبعا. واحنا وزاره الصحه قايمه بالقصه ديت كويس قوي. يعني حاجه بعض الاعلانات بس، طبعا حاجه بيشوف قنوات ما هيش تحت، مش تحت مش الدوله، تحت رقابه في اي الدوله، حاجه. فما فيش يوم طالع الاعلان دوت يعمل له، وطبعا بيبيع له مليون علبه ومحدش يشوفه تاني يعني. فالكلام ده ما هوش موجود، يعني مش موجود خالص، لا له قيمه. والا كان حلت مشكله الناس مدى الحياه. المراهم ده انا شفته بعيني، يعني كنت يعني عند العطارين ايوه، مرهم عشان كده انا بسال ليه يا الاسئله دي، جماعه انتوا ازاي بتبيعوا الاسئله الحاجات اللي ديت؟ مش بس بتهم المشاهد، اللي ممكن تكون بتستنزفه بدون نتائج. ده بدون نتائج، ده لو ربنا كرمنا زي ما انت قلت يمكن تكون له اضرار، احنا الله اعلم. هو انت انت معبيني ايه؟ بتحط ايه على في جسمك؟ ايه اللي في العلبه دي كمان؟ فطبعا لجوءنا، لان هو احنا كلنا عارفين ان معظم ادويتنا الكيميائيه من بعض الاعشاب الطبيعيه، بس بنسب بنسب وطرق وضربات معينه، معينة. وكل الدراجز والكيميكالز هي اتعملت بهذه الطريقه، مش كده يعني هنعمل. فلو كان في حاجه بتتاخد، يمكن يعني يبقى في يوم من الايام في دواء معين يتاخد يكبر لنا حجم، بس مش، لا ندهن دهان. مجموعة من الدهون موجودة في الثدي، الدهون دي لازم يعني هتكبر، يعني لازم هتنشط ازاي بالظبط، لازم ومن نفكر غير ما تبقى موجودة اصلا؟ حاجة، بنفكر تشريحيا. ربنا خلق عشان هنا كده بدأت دايما جلد الحلقة ودهون. طبعا بتفرق. بالتشريح بتاعي. هرجعها ازاي؟ يعني الحاجة اللي هي ما هيش موجودة هرجعها ازاي؟ كويس. فطبعا لازم يعني البعد عن هذه الحاجة طبعا غنيمة. الطرق تكبير الثدي في اكثر من طريقة. طبعا لو بدأنا بيه، ايه افضل الطرق او ايه انواع او اشكال طرق تكبير الثدي؟ تكبير الثدي كان، لو احنا خدنا تاريخ كده سريعا كده، سريع، لمحة زمان كده. قوي قوي كانوا واحد كده طلع في دماغه يقوم حاقن شمع دايب، واكس كده شمع. دايب، طبعا عمل مصايب وكوارث. وبعدين جاب سيليكون سايل ما شاء الله. حقنوه،
ده الكلام ده 1800 ألف بدايه ال 1900 بدايه الفكره ابتدى السيليكون دوت يعمل رياكشنز عنيفه جدا 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 وجرانيلومز وكده، لانه كان بيحقنه سايل. وبعدين قالوا لا يا جماعه ابعد عن الحاجات الصناعيه، تعالى نعمل حاجات طبيعيه. فابتدوا ياخدوا، كانت اول تجربه سنه 1900 وحاجه كده، عيانه عندها كيس دهني في مكان، راح خد الكيس الدهني وراح زرعه. ما شاء الله. الفكره كانت حلوه ولانها حاجه نفس الجسم، بس طبعا انت نقلت حاجه بدون بلاد من غير ما يجي لها شريان يغذيها، فالدهون اللي اتنقلت ما عملتش رياكشن، بس ما عاشتش، ماتت. فالفكره هو مش عارف ينفذها ازاي شويه وكده، محاولات محاولات لحد ما طلع اللي احنا بنسميها حشوات السيليكون الامانه ديت، وابتدت تتطور كويس جدا جدا. هي حشوه سيليكون ليها غلاف من السيليكون وليها سيليكون جل جواها، وطبعا ليها شكل معين، ليها طبعا اشكال معينه كتيره جدا. وابتدت يعني شركات ادويه كتير جدا ومنظمات الصحه العالميه كلها تشتغل فيها على الامان بتاعها. عايز اقول لك ان امريكا الاف دي اي دوت قعد 10 سنين باننج القصه دي في امريكا. كان السيدات الامريكان يروحوا يسافروا اوروبا يعملوها، لان اوروبا سبقت في الموافقه عليها. لحد ما امريكا وافقت، ملهاش علاقه بالاورام، ملهاش علاقه بالامراض المناعيه، لحد ما طلعت الحاجات دي كلها. فابتدت السيليكون يبقى هو اللي المسيطر المسيطر. مؤخرا ابتدى من حوالي مثلا 20 سنه 15 سنه، جراح امريكاني سيدني كولمان ابتدى يتكلم في حكايه حقن الدهون اللي احنا كنا بنعملها في اماكن، حاجه صغيره في الوش كده. طب في حقن دهون كمان في الثدي، حقن دهون موضعيه، حقن دهون موضعيه بشفطها بطريقه معينه واحقنها بطريقه معينه تحافظ على البلاد سبلاي بتاعها او على الدم اللي واصل لها، ويغير لي شكل الثدي. للامانه حقن الدهون لا تقيم ثدي من الزيرو، لكن تحسن شكله وتزود حجمه وسنه. انا